وللمزيد حول الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحثة في الأحوال الشخصية سيدة بيداء النجار. أهلا ومرحبا بك. بداية، تقارير تتحدث عن تزايد حالات الانتحار بين الشباب، برأيك لماذا اختار الشباب هذا الطريق لمواجهة مشاكلهم؟ أحييك أستاذي وأحيي جمهورك الكريم. ابتداء، هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى الشاب بالانتحار. السبب الأول والرئيسي هو السبب الاقتصادي. لا ننسى أن عدم وجود التعيينات في دوائر الدولة وانتشار ظاهرة البطالة التي يعاني منها الشباب تجعل هذا الشاب في حيرة من أمره، سواء كان متزوج ولديه عائلة أو غير متزوج، لا سيما بالنسبة للشباب الذين يكونون معيلين لعوائل كبيرة العدد. فعدم وجود الجانب الاقتصادي تأمينه وعدم وجود تعيينات وعدم إمكانية هذا الشاب تأمين قوت يومه يجعله يلجأ إلى ظاهرة الانتحار، خاصة لما يشوف هذه الوسيلة كهروب من الواقع الذي يعيش فيه. طيب، بحسب بيانات الشرطة في البصرة، فإن القوات الأمنية تعتقل يوميا 15 متعاطيا ومروجا للمخدرات. يعني ماذا يعني هذا الرقم برأيكم؟ أستاذي، هناك سببان لانتشار ظاهرة المخدرات في البصرة. السبب الأول، هناك أسباب كبيرة لتجار المخدرات الذين ساهموا في غلق محلات المشروبات الكحولية والمواد المسكرة التي هي أقل ضررا على الشباب من ظاهرة المخدرات. فساهمت هذه القرارات في غلق هذه المحلات، وبالتالي لجوء الشباب إلى ظاهرة المخدرات لانتشارها ولضعف الوازع الأمني فيها. حسب رئيس لجنة الأمن والدفاع في تقارير السيد حاتم الزاملي، ظهر على الشاشات وفرح وبإحصائيات التجار المتنفذين والذين يرتبطون بجهات سياسية وخارجية للترويج إلى بضائعهم. السيدة بيداء النجار الباحثة في الأحوال الشخصية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.